محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة صلى الصلاة وحل الصفات يا بخت اللي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو لدينا شرح وحل أسئلة الدور الأول 2018 لمادة التربية الإسلامية للصف الثالث المتوسط. أولا نبدأ بأحكام التلاوة. سؤال أول: عين مقطعين للمد المتصل ومقطعين لمد البدل ومقطعا واحدا للمد المنفصل واذكر السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقاله فرعون إني أظنك يا موسى مسحورا. الجواب يكون أولا إسرائيل مد متصل لأن الألف ساكنة وبعدها همزة. ثانيا جاءهم مد متصل لأن الألف ساكنة وبعدها همزة. آتينا مد بدل لاجتماع همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة في كلمة واحدة. آيات مد بدل لاجتماع همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة في كلمة واحدة. وأيضا بني إسرائيل مد منفصل لأن المد والهمزة انفصلا عن بعضهما. الحفظ سؤال ثاني: أجب عن واحد مما يأتي. أولا أكتب ما تحفظه من سورة الفتح من قوله تعالى إنا فتحنا لك إلى قوله فوزا عظيما مع الضبط بالشكل. ثانيا اكتب ما تحفظه من سورة الحجرات من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون أخوة إلى قوله إن الله تواب رحيم مع الضبط بالشكل. وهذا هو جواب أولا من سورة الفتح، وجواب ثانيا سورة الحجرات. والآن نأتي إلى الفهم والمعاني. سؤال الثالث: ألف أجب عن ثلاث مما يأتي. أولا قال تعالى من سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اشرح الآية شرحا مفصلا. الجواب يكون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لا يصدقه على قوته وشدة صلابته خاضعا دليلا متشققا من خشية الله تعالى وتلك الأمثال نضربها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في قدرة الله تعالى وعظمته. وفي الآية حث على تدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل به. ثانيا قال تعالى من سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كيف كانت خاتمة نوح عليه السلام وكيف نصره الله تعالى؟ الجواب يكون فاستجاب الله تعالى دعاءه ففتح أبواب السماء بماء كثير متدفق وشقق الأرض عيونا متفجرة بالماء فألقي ماء السماء وماء الأرض على أهلاكهم الذي قدره الله لهم جزاء شركهم وعصيانهم الله تعالى وعصيانهم الرسول. ثالثا قال تعالى من سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. في الآيات مثال على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة وضحها. الجواب يكون خلط الله ماء البحرين العذب والمالح فتراهما حين يلتقيان وكأن الماء العذب عذبا والماء المالح تلاقيهما وفي كل من هذه البحرين أحياء لا تستطيع العيش في البحر الآخر ولا يمكنها اختراق الحاجز الغير ملموس من قبل البشر. رابعا قال تعالى من سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما الفيء وعلى من يوزع ولماذا؟
الجواب يكون الفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، على من يوزع؟ أولا يصرف في مصالح المسلمين العامة، ثانيا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا اليتامى هم أطفال الفقراء الذين مات آباؤهم، رابعا المساكين وهم أهل الحاجة والفقر، خامسا ابن السبيل الغريب المسافر الذي نفذت أمواله. لماذا يوزع؟ لكي لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم. باء، أعطي معاني خمس من المفردات الآتية: الأجداث، مطعين، فتحا، أبيتم، القدوس، ولا تنابزوا بالألقاب. الأجداث معناها القبور، فتحا هو صلح الحديبية سنة 6 هجرية، القدوس معناها الطاهر المنزه عما لا يليق به، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهونه، ويا فاسق يا جاهل، مهطعين، مسرعين، أبيتم، امتنعتم. والآن نأتي إلى التربية الإسلامية، الحديث الشريف. سؤال الرابع: أولا أكتب حديثا نبويا شريفا في الشهيد. ثانيا إلى ماذا يحثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أعلاه؟ الجواب يكون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى ماذا يحثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث أعلاه؟ يحثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الجهاد في سبيل الله والوقوف بوجه كل من يريد بالإسلام والمسلمين شرا، ويحضنا على الدفاع عن ديننا وعن أنفسنا وأعراضنا وأموالنا. والآن نأتي إلى التهذيب، السؤال الخامس، أجب عن واحد مما يأتي. أولا ماذا تعني الأفعال المباحة والأفعال المستحبة؟ ثانيا من أنواع المسؤولية، المسؤولية الفردية، وضحها. الجواب يكون: الأفعال المباحة هي الأفعال التي يملك فيها الإنسان حرية الاختيار، فله الحق أن يفعل أو يترك من دون أن يحاسب على ذلك، فالإنسان حر في اختيار نوع الطعام والشراب، فكل شيء حلال، هو مباح ما لم يحرمه الله تعالى. الأفعال المستحبة هي الأفعال التي حث الإسلام على أدائها، ورتب الله تعالى ثوابا على فعلها، ولم يرتب عقوبة على تركها، كزيارة المرضى وزيارة الأخوان وصلاة الليل وقرآن وقراءة القرآن. والهدف من الأفعال المستحبة هو تنمية الإحساس وبوادر الخير في النفس الإنسانية من خلال دافع إنساني وأخلاقي. ثانيا من أنواع المسؤولية، المسؤولية الفردية، وضحها. المسؤولية الفردية هي تعني أن فردا واحدا هو المسؤول عن نفسه وعما يصدر عنها من أفعال وأقوال، وكذلك مسؤول عما تقوم به جوارحه، أعضاء جسده. وتعد المسؤولية الفردية في الإسلام، وقد مثلها الإسلام بقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تكل نفس إلا عليها. والفرد المسؤول أمام أهله وأولاده، وإلى جانب ذلك الفرد مسؤول اجتماعيا مثل صلة الرحم وحسن التعامل مع الجار وأبناء المحلة وأبناء الوطن. والآن نأتي إلى الأبحاث، السؤال السادس، أجب عن فرعين مما يأتي. ألف، تكلم عن فصاحة الإمام علي عليه السلام. باء، كيف نترجم حبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جيم، تكلم في فضل ومنزلة سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. تكلم عن فصاحة الإمام علي عليه السلام. الجواب يكون: فصاحة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. عرف الإمام علي عليه السلام بالفصاحة، وتشهد بذلك خطبه التي روتها كتب التاريخ، وأمثاله وحكمه التي روت عنه. فقد عرف عنه أنه عندما يخطب يؤثر في النفوس ويأخذ بمجامع القلوب، وكان قوي الحجة وقمة في البلاغة. باء، كيف نترجم حبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب يكون: يتعلق بأخلاق وآداب أهل البيت عليهم السلام، نرفض الظلم وننتصر للمظلوم، نكثر من العبادات، نساعد الفقير والمحتاج، أن نكون شجعانا ثابتو العقيدة، ولن نخشى في الله لومة لائم، نعامل الناس بالحسنى ولا نأخذهم بالظن، ونبتعد عن كل ما هو قبيح وسيء من الأفعال. جيم، تكلم في فضل ومنزلة سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. الجواب يكون: فضل
الجواب يكون يكفي في فضل فاطمة الزهراء عليها السلام، إنها ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التقية الصديقة. وقد جاء في أحاديث على أن حبها هو حب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بغضها بغضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة عليها السلام، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها. وقالت سيدتنا عائشة أم المؤمنين: ما رأيت أحدا غير أبيها، ما رأيت أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور.